أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالديك وكل من تحب. أسأل الله لك مفاجأة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينيك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيث ما شئت، ثم يرضيك ويفرحك ويحببه إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك القادمة أسعد وأهدأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك في أيامك فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. صباح الخير، صباح الورد، إلى قلوب تبادلني المودة والإخاء، إلى قلوب تسقيني أنهارا من الوفاء في الله. أحببتكم وبالخير ذكرتكم وبالغيب دعوت لكم. اللهم سق إلى أحبتي في هذا اليوم من رحماتك ما يغنيهم، وأنزل عليهم من بركاتك ما يكفيهم، وادفع عنهم كل ما يؤذيهم، وهب لهم من الأعمال الصالحة ما ينجيهم. اللهم افتح لهم كنوزك وسخر لهم عبادك الصالحين. أنا وعبير الورد ونسمة البرد نقول لك صباح الورد يا أحلى من الورد.